الحمد لله، معناتها احنا خوفنا شويه بعد التوقف الطويل اللي جاء في رمضان، خوفنا معناتها باش الملاعبيه الريتم السنساسيون تاع الماتشوات وكل ما تكونش حاضره، لكن الحمد لله الاولاد نتاعي معناتها اليوم حضرنا بالكدا. كانت الوقفه كما قلت واقفه معناتها سير لو تيران سورتو سير لو بلان ديفونسيف، معناتها فما دي غليسمون، فما معناتها دي كوفرتور، خدموا لكن ديما تبقى على سير لو بلان اوفنسيف، ما عملناش دي ترانزيسيون معناتها اللي هما مخطرين جاونا الحقيقه، عملنا ريكوبيراسيون نيفو دو ميليو تيرا، لكن الباس الاولى معناتها اللي مش تخرج ولا باس معناتها دون ليسباس ودون بون تايمينغ معناتها ما خرجتش. قمنا معناتها بشطر الخدمه الحقيقه 50% ديفونسيف كما قلت واقفه باهية، وهذا سويت خاطر بدلنا نحن زاده بال معناتها من الخطه نتاعنا، كنا نلعب واتروال تالي اليوم لعبنا كات، عملنا رنفورسمون في الميليو تيرا معناتها تروا بيفو افيك دو كولوار اللي يرجع معناتها بريسك بسانك في الوسط. الحقيقه الوقفه كانت مزيانه معناتها كي تشوف من فوق جيسكا واقفه، لكن ناقصين الملاعبي معناتها اللي يفرق والملاعبي اللي يعمل ديفيرينس. اكيد كل بوان بحساب، احنا مازلنا في منطقه الخطر تحب ولا تكره، معناتها 23 بوان معناتها كل شيء بوسيبل، مازالوا فما سات ماتش فيهم 21 بوان نجموا لي زادفيرسير يخلطوا عليك. الحقيقه والله جينا على 3 بوان، ما مش ولا طمع على شيء، جينا على 3 بوان، ما جاتش اليوم 3 بوان، 1 بوان على الاكستيريور، لازمنا زاد نلقاو حلول على ارضنا في الماتشوات الجايه باش على الاقل نكملوا الفان سيزون، نعطيو برشا فرص الوليدات اللي طالعين معناتها من سنيور بي والصغار، باش فماش ما نحضروا ان جروب معناتها للعام الجاي اللي معناتها لازم نبنيوا عليهم. سي حبيب سؤال اخير، يعني اصابه تبع حسام بنينه القائد فريق، طمنا على صحته. والله حسام معناتها التواء خفيف معناتها على مستوى الركبه اللاترال معناتها، ان شاء الله ما تكونش خطيره، لازم يرتاح ونعملوا الفحوصات اللازمه، وان شاء الله حسام نشوفوه ان شاء الله نشوفوه في الماتش الجاي معناتها بعد معناتها ما نعملوا الفحوصات نتاعنا اللازمه، ان شاء الله لاباس. بالتوفيق.